واخا بغيتو تقطعوا قطعوا سيدي الواي واي، هذاك الشيء ديال السماتي والواي واي والشطيح والدراري كيشربوا وكيضربوا في الحمام بالاغاني ديال الجزائريين والرئيس ديالهم بلا ما نذكر السميه ديالو. انت راك عارف كاع العالم كيعرف سميتو بلا ما نذكر السميه ديالو. حنا الحمد لله واكلين شاربين ناشطين في بلادنا. الراجل دات كاس العرب، المغرب ناشط الحمد لله. هذاك الرئيس ديال الجزائر نقول ليه بالعربيه تعرف دخلت قراسك. بالنسبه لي انا كشخص يعني الراي ديالي انا كيبان لي بانه عادي، ما غيأثرش شي تاثير سلبي بالنسبه للاقتصاد والعلاقات السياسيه والاقتصاديه والعلاقات الرياضيه. بالنسبه لهم هما يعني عندهم واحد كما نقول واحد الهاجس، بانهم واحد نظره سلبيه على المغرب. حنا بالعكس، حنا الملك الله ينصرو، حنا فتح لهم يعني كاع يعني فتح لهم واحد المجال باش يفتحوا الحدود باش نعاودوا نرجعوا العلاقات ديالنا مزيان. ولكن هما عاد زادوا طوروا الصراعات ديالهم وزادوا كملوا الصراعات ديالهم وطوروا. بالنسبه للحرائق اللي وقعوا يعني داروا واحد العلاقه بانه المغرب هو كان السبب الرئيسي في هذوك الحرائق. والمغرب الحمد لله بلاد ديال الشرفه وبلاد مزيان، ما عمرو كيدير هذاك الشيء، وبلاد ديال التسامح وبلاد ديال الاخوه وكدليل مثال بالنسبه للوجدان شي الناس كيكونوا كيهضروا مع الناس ديال الجزائر وسميو. يعني كيبان لي انا بانه واحد القرار اللي مفاجئ صراحه الله. يعني كتشوف ان هذا القرار يقدر ياثر على العلاقه ما بين الشعبين، الشعب المغربي والشعب الجزائري، بعيدا عن السياسه، العلاقه ديال الاخوه اللي كانت كتجمع. يقدر ياثر بالنسبه للجزائر، ما بالنسبه للمغرب ما عنده حتى شي كاخوه اللي يقدر ياثر. ما بالنسبه خوتنا الحمد لله الجزائر ديما خوتنا. يعني حنا كتجمعنا الدين العروبه والعرب والدين الاسلامي وكيش يقولوا مع رجل على جر، يعني جر انا ما غنفوتوهمش في الحزه ولا في داك الشيء. الى تحت الفرصه توجه رساله للرئيس الجزائري شنو هي الرساله اللي نقول له؟ سي تبون الرئيس ديال الجزائر، اش نقول لك؟ حنا الشعب المغربي حنا راه اخوه. يعني مهما كيما يخرج منك شي قرار، اي قرار خرج منك حنا راه كنتقبلوه بواحد البروده وبواحد سميتو، يعني ما كياثرش علينا. حنا الشعب الجزائري سواء فاش كنجي انت ولا سواء فاش كان رؤساء قبل منك ديما كيكونوا خوتنا وديما خوتنا والحمد لله. اولا هذا القرار ديال رئيس ديال الجزائر تابون ياك، القرار اللي يعني ما خصوش يكون، وهذا كيبين على الحقد وعلى الغل وعلى يعني شنو نقول لك، الاشياء الدفينه اللي كتخبيها الجزائر، السياسه الجزائريه تجاه المغاربه. وحنا راه هادشي كيبين حنا ما مسوقينش لهم، حنا الحمد لله واكلين شاربين ناشطين في بلادنا. الراجل دات كاس العرب، المغرب ناشط الحمد لله. الناس اللي ما عندهمش ربي معانا الحمد لله، فهمتيني؟ هادشي اللي كاين. حنا نهضروا دينيا، كيقول الله، يقول الله عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يعني الله عز وجل خلقنا باش نتعارفوا، ما خصناش تكون عندي القضيه ديال هذا شعب جزائري ما يكونش عند هذا، لا، ما خصناش نوصلوا لهذ الامور. نقتديو بكلام الله، لاننا لو اقتدينا بكلام الله عز وجل ما كناش غادي نوصلوا لهذا الشيء اللي واصلين ليه دابا في بزاف ديال المجالات. واخا بغيتوا تقطعوا قطعوا سيدي الواي واي، هذاك الشيء ديال السماتي والواي واي والشطيح والدراري كيشربوا وكيضربوا في الحمام بالاغاني ديال الجزائريين. اش عطانا حنا هذا الشاب خالد والسماتي؟ حنا بغينا علماء في الدين من الجزائر ومن المغرب يتعاونوا ويديروا علاقات دينيه. اي يا سيدي، حنا بغينا نحاربوا هذا الشيء ديال الواي واي وهذا الشيء ديال الاغاني الجزائريه. باش فادنا الاغاني الجزائريه؟ قطعوا هذا الشيء الاول اللي مهم، ماشي تقطعوا العلاقات. الناس ديال الشرق راهم يعني كيمشيو للجزائر وعلاقات زوينه ما بين وجاده والجزائريين، علاش حنا غنحبسوا هذه العلاقات؟ علاش؟ يعني لا حول ولا قوه الا بالله. دونك شو الرساله ديالي لهذا الرئيس ديال الجزائر؟ كنقول له الله يهديك، هذا الشيء اللي كدير به ماشي في صالحك، لان الا ربطتي علاقات مع المغرب غادي تشوف الخير وغادي تستافد من المغاربه كدوله وكشعب. وشوف
وانا كونتر كنعاودو كنقول انا كونتر 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 هادشي ديالهم ديال الواي واي وهادشي ديالهم كاع اللي جا من الجزائر خايب كاغاني وكشابه ورده ياك هادو هادو شوف كاع هادشي اللي جا من تم من الجزائر بصح اسيدي بصح اسيدي حنا خلينا لكم داكشي بغيتوا تجيو عندنا حنا المغرب كيجيو الجزائريين كيعيشوا جي هنا المغرب شوف قال لك يعني الجزائري باح في لي باج فيسبوك حتى السوسال جيريان ديالنا السوسال جيريان هو السوسال جيريان ماشي ضروري تيق بيه بلا السوسال جيريان شوف بلا ديك السوسال جيريان طاكوس عندنا بنين في المغرب بنين شوف تقدر تاخذوه ب 12 درهم تقدر تاخذوه بشي ثمن قليل كاع وتاكل في الحمد لله في المغرب ما خصك حتى شي خير شوف حنا الحمد لله عندنا البنان البنان موجود سيدي البنان عندنا الخيرات الحمد لله في بلادنا المغرب دور الحمد لله الله عز وجل معانا حنا ربي عاطي لهاد البلاد الزوينه حيت حنا كنستقبلوا الجزائر وكنستقبلوا البراني وكنتعاملوا مع جميع الديانات كنتعاملوا معاهم هذا دليل ان الشعب المغربي شعب راقي الحمد لله وشعب اللي متفهم وشعب اللي عنده علاقات زوينه الحمد لله وشوف حنا الشعب الجزائري ما غاديش نخسروا معاه كشعب 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 شوف غنقول حنا وحنا خاوه ماشي عداوه خلاوه الجمهور ديال الرجاء العالمي حنا خاوه وماشي عداوه يا مغربي جزائري ودمنا عربي ها واخر كلمه غنبغي نقولها واخا هادشي اللي وقع حنا مسلمين ياك والحمد لله غادي نختم ونقول انا مغربي اذا انا جزائري هذاك الشيء بعد حنا كنشوفوا التواصل زعما التواصل الاجتماعي كنشوفوا دابا حنا الجزائر باغا توصل شي هدف واحد الهدف باغا توصل ليه وكما ما عمر ما توصل ليه هذه اول حاجه ما عمر ما توصل ليه غدي اللي دارش ما عمر ما توصل ليه لاقاش المغرب بعيد عليه بزاف ما كندويش دابا على الشعب الجزائري كندوي على السياسيين للجزائر بعيد عن المغرب بزاف هما بغاو يوصلوا شي حوايج ما غاديش يوصلوا لهم لاقاش علاش لاقاش الدوله العظمى الكبيره الامريكان اعترفاش بان الصحراء مغربيه ما تقبلوهاش والرئيس ديالهم بلا ما نذكر السميه ديالو انت راك عارف كاع العالم كيعرف سميتو بلا ما نذكر السميه ديالو حنا هذيك السيد هذاك كي بعض المرات كيخرج بشي تصريحات ما كيعجبونيش انا كنتفرج كندخل مثلا الفيسبوك كنكون بحال ما كندور ولا شي حاجه ما كيعجبونك التصريحات ديالو لاقاش واحد الانسان فهمتي كيقول شي حوايج وقسما بالله كنقسمك فمي بالله وطرق السلام هذه اللي غادي فيها انا والله ما كيبغي يبين للشعب ديالو ولا الشعب المغربي ولا الشعب دول العالم بصفه عامه كيبين لهم انه هو واكل العصا وكانه واكل العصا هو واكل العصا بواحد الطريقه خايبه فهمتي اما حنا عندنا علاقات مع الشعب الجزائري حنا الجزائري حنا اي جزائري كيجي عندنا يجي عندك انت ولا يجي عندي انا غتعنقوش بوس لي راسه وتهو يبوسك راسك علاش لاقاش حنا ما بيناتنا والو يعني هاد القرار يجي من عندهم ما غاديش يسد العلاقه لا والو لا ما شوف شل العلاقه ما بين الشعوب ما عمرها ما تفسد اخويا يعني كون على يقين ما عمر العلاقات ما كتفسد الشعوب لاقاش هو كيدوي والشعب راه واكل العصا في البلاد هذيك راه واكل العصا هما اصلا كيخرجوا بتصريحات ديالهم واش كيقولوا كيقول ان احنا واكل العصا المغرب فيه انا بزاف فهمتي يعني هاد النقطه تقدر تكون هنا ماشي واش المغرب يعني تطور اكثر لا بزاف بزاف كاع انا والله تنقول لك اللي كاين لاقاش المغرب واصل بزاف عليهم هما اخبارك واحد الحاجه قسما بالله لا المغرب ماشي غنعاير مصر انا المغرب ومصر شتي كنا في الموحد اللي داروا هنا والله تحازدين عليه داروا لنا فوق تحت الارض خفن زربان دغيا عداس دغيا هادي دغيا هادي راه مصريين كيصوروا لك غتفرج حتى في يوتيوب غتفرج في انستغرام غتفرج في فيسبوك انسان كيصور كيدخل لك النفق اطول نفق في افريقيا مرضاش علاش لاقاش حنا شنو عندنا عندنا الفوسفات دولة عظيمة علاش انا كندوي مثلا غنجي عند وسمح لي غنقاطعك غندخل عند ليبيا ليبيا شنو عندها عندها النفط النفط العراق عندها النفط ولكن ديك الدول الكبار هادو اش غنقول لك ما عارفينش يسيروا ريوسهم علاش هو الرئيس ديالهم مني السابقا ولا الحالي ما عارفش يسير باقي ما عارفش يسير الدولة حنا مسير الحمد لله واخا واول دوله واول دوله عربيه اول دوله في افريقيا كتلقح الشعب ديالها في اسرع وقت هي المغرب كنقول اللي كاين انجازات ديال المغرب كثيره انجازات ديال المغرب قسما بالله والله واخا تمشي لاي دوله عربيه كبيره
اقسمك فمي بالله ما تعيش بهذه العيشه اللي عايش المغرب. واخا شنو الرساله ديالك الرئيس الجزائر؟ الرئيس ديال الجزائر كنحترمو كل الاحترام، هذه اول حاجه. هذاك الرئيس ديال الجزائر نقول ليه بالعربيه تعرف دخل سوق راسك، دخل سوق راسك. علاش لا تحقش لا تخشي سوق راسك؟ نتايا الشعب ما بيننا وبينه والو، الشعب راه غيدخل المغرب ويخرج من المغرب، وحنا كذلك غنخرجوا من المغرب وغندخلوا لالجيري. علاش؟ لاقاش حنا دوله كبيره، حنا في المغرب العربي، ونرجعوا لقديم الزمان ديالنا. هاد الدول كاملين، لا تونس، المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، اسميتهم المغرب العربي. اذا المغرب العربي والصحراء فيك والصحراء ديال من ديال المغرب، موت عيش الصحراء ديالنا وغتبقى ديما ديالنا. وهذا الحمد لله، الحمد لله، وكنشكروا علاش؟ على ثقتنا في الملك، الثقه ديالنا في الملك. راه ما كينساش الشعب ديالو، راه ما كينساش الشعب ديالو، كيصار علينا بزاف. حنا ما كنحسوش بهذا الشيء، حنا كنمشيو كننعسو كنفيقوا في الصباح، تقدر تفيق في الصباح تمشي تشرب قهوه وكاين ما عالمش انت بالناس الكبار، خلي من المسؤولين الاخرين. بالملك ديالنا الله ينصره والله يخليه لينا، وعاش الملك. هذه الهضره. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.